الطاهر الحداد علم من أعلام تونس الخالدين ومن كبار بناة الفكر التنويري التونسي والعربي المهتمين بقضايا النهضة والحضارة والحداثة والتحرر. في شهر أكتوبر من سنة 1930 نشر الحداد كتابه المثير في ذلك الوقت امرأتنا في الشريعة والمجتمع، فأثار به الضجة الكبرى وانهالت عليه ضربات القوى المناهضة لأفكاره التحررية، وعاش السنوات الخمس الأخيرة من حياته في شبه عزلة خانقة وحصار مقيت. في الذكرى 80 لرحيل الطاهر الحداد أصدر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف أصدر كتاباً توثيقياً تروي صفحاته محنة الحداد وتكشف الحقيقة التاريخية الكاملة لما عاناه الرجل من أهله وذويه. محنة الحداد وأحلام الجيل وثائق من التاريخ، ذاك هو المؤلف الذي صدر عن الكريديف في 11 صفحة من الحجم الكبير. تضمن هذا الكتاب مجموعة من الوثائق الأرشيفية النادرة حول سيرة الحداد ومسيرته الحافلة بالمواقف الرافضة لاضطهاد المرأة والمنادية بمنحها حقوقها كاملة صلب المشروع المجتمعي الوطني الحداثي مع السنوات الأولى للاستقلال ومرحلة بناء الدولة العصرية. كما احتوى الكتاب على عدة مقالات، منها مقال بعنوان محنة الحداد وأحلام الجيل للباحث كريم بن يدر، حاول فيه إبراز خصوصيات المرحلة التي ولد فيها الحداد وعاش ومميزات والاجتماعية والثقافية، مسلطاً الضوء بوجه خاص على المظلمة التي تعرضت لها هذه الشخصية الوطنية والحملة التي قادتها ونفذتها الأوساط الدينية المتنفذة آنذاك ضده وضد مشروعه الداعي إلى تحرير المرأة. كما ضم إصدار الكريديف بين صفحاته أيضاً مجموعة من الرسائل التي تبادلها الحداد مع عدد من مفكري عصره الزيتونيين والحداثيين، وعكست اهتمامه خاصة بتطوير التشريعات الضامنة لمشاركة أكثر فاعلية للمرأة التونسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. محنة الحداد وأحلام الجيل وثائق من التاريخ، الصادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف، عمل يساهم في بناء المعرفة التاريخية بكامل الموضوعية، والوثيقة المصدرية هي أساس الكشف عن الحقيقة التاريخية. ثم إن هذا العمل مفيد من منطلقات مدنية وأخلاقية، فالحقيقة حتى وإن كانت مؤلمة فإنها تغذي الوعي وتحرك الضمير وتجعلنا نعي قيمة الكرامة الإنسانية ومعنى احترام الذات البشرية، فمآسي التاريخ نتعلم منها حتى لا يعيد نفسه. وهل من مأساة أعظم مما حلت بذلك الرجل العظيم الطاهر الحداد؟